جديدة من حلقات برنامج فاصل ونواصل. الضيفة ديالنا هي ديما غادا تجرب الحيض، اللي على قلبها على لسانها، ولكن لا تغب الله شي واحد وجبدها كيولي طيح اكثر من نيض، واللي نيض حتى هو معطوب. اليوم معنا النجمة المغربية حسنة مومني. حسنة مومني غادي نحاولوا اننا نطلعوا لها الطونسيون ونشوفوا درجة التحمل ديالها، وغادي نعرفوا شكون اللي غيتحمل الاخر، واش حنا ولا هي. الله يخرج هاد الحلقة على خير. فاصل ونواصل. مراد طاقم العمل كيتصلوا بالضيف وكيعلموا ان غادي تحضر معنا البرنامج شوك شو سميتو 55 على ام بي سي 5. برنامج فيه كتلقى الضيفه مع جمهورها مباشره، ولكن الضيفه اللي ما عارفاش هو ان الجمهور دير اليد مع مراد، وحتى الضيفه الثانيه فاتي جمالي اللي غتكون متفقه مع مراد. المهم كلش متفق باش يطلع لك الطونسيون. وسمحي لينا من دابا. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج 55. برنامج 55 يستضيف يوميا النجوم 55 على قناة ام بي سي 5. نجمة التلفزيون المغربي شرفتنا اليوم في هذه الحلقة حسنة مومني. لا حسنا لاباس عليك؟ الله يبارك. كل شيء مزيان، كل شيء بخير. فاصل ونواصل. الكونسيبت ديال البرنامج واخا صورنا قبل رمضان هو كيدوز مع الفطور. ايوا خويا اشرح ليا. نحاولوا نكذبوا شي شويه على اساس اننا كنصوروا في الفطور. كنكذبوا حدا الناس ماشي حشومه. ماشي مشكل. لا مشكل، بلاش بلاش صافي، ماشي بالضروره هذا كيدوز تي نهارك. وي 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 شنو؟ باش ما نضيعوش الوقت. راه سولتها قالت لك ما صايماش. ما شرحوش لك فريق الاعداد؟ ما شرحوش لك؟ لا ما شرح لي حتى شي واحد شي حاجه. كنصوروا قبل رمضان، ولكن هذا البرنامج غيدوز في رمضان، نهضروا على رمضان بحال اساس اننا في رمضان. هادشي حتى دابا عاد كتشرحوا لي. مراد علاش ما شرحتيلهاش قبل صاحبي؟ راه فريق الاعداد اللي خصو يشرح. ماشي خدمتي انا سي 3 2 1. اي مراد اجي عندي، عافاك اجي عندي يا مراد. احنا شرحت ليها شنو ما بغاش، شنو غندير ليها انا؟ لا شنو شنو في نظرك شنو ندير لها؟ نقجها باش دوي وباش نشعلوها؟ قلنا المراد يخرج من البلاطو ويهضر مع المخرج، وخلينا الميكرو شاعل بالعاني باش حسنا نسمع الحوار اللي كيدور بيناتهم. ماشي دوك يهضروا منيتهم. شنو بغيتي؟ شنو بغيتي انا؟ ماك حسنا؟ حسنا مالك 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 هو حسنا. لا لا غير قولي شنو المشكل اللي عندك، شنو المشكل اللي عندك؟ كيسمع صاحبي وحشومة حشومة والله إلا حشومة. لا نحيدو كاع دوك الأسئلة اللي ما عجبوكش، غير تفضلي. لا ماشي ما طرحت عليا حتى شي سؤال زعما اللي مهم. لا ما بغيتيش باش نبداو نكذبو من دابا رمضان الصيام ما عرفت شنو داك التخربيق صاحبي، واش على قلة الأسئلة؟ راه الكونسيبت هي هادي، راه هادي الكونسيبت. ماشي كونسيبت ولا شرحوا للناس افون ما يجيو، ماشي حتى يجيو هنايا عاد باش تبداو تضحكوا فيهم قدام عباد الله. يلا 3 2 1. اي حسنا المؤمني علاش انت كتباني متاخره مقارنه مع زميلاتك؟ ماشي مشكل، ماشي بالضروره اذا كانت حتى انا في الصف الاول شكون غيكون في الصف الاخير؟ لا حيت كاين الصف الاول ونجوم الصف الثاني. نورمالمون الجمهور اللي كيحكم بوبليك هو اللي كيصنف الناس. عفاك فاصل ونواصل. لا غير ما تطوليش بزاف في الجواب باش ندوزو لسؤال اخر، حيت عندي بزاف الاسئله. يلا سي 3 2 1. اي شنو الاخطاء اللي درتي في حياتك؟ هو جيت عندك دابا لهذا البرنامج واش نادمه ولا شنو؟ والله تندمت قسما بالله. فاصل ونواصل. ما عجبوكش الاسئله؟ ما عجبتني حتى شي حاجه. تبان لي بحال تالفه. راه تلفتيني. شي مشكل؟ واش عندك شي مشكل؟ عندي مشاكل عويصه. نكملوا 3 2 1. مراد مراد الله يحفظك، كنا عفيتيني خليتيني نمشي فحال والله عليا انا ما قداش نصور. انا الفيلم مشكل. باقي ما بديناش. راه حيت باقي ما بديناش داكشي علاش قلت لك والله الله يحفظك. يلا ندوزو للفقره الثانيه. تصورات الفقرة الأولى بالدوز. ها يلا خويا يلا عفاك ندوزو للضيف 3 2 1. اي شكون اللي كتوقعي انني نجيب لك اليوم الضيف المفاجأة او الضيف المفاجأة؟ ما عرفتش الله ما عرفت. والضيفة الثانية من بعد حسنة مومني معنا ومعكم فاتي جمالي. مراد عفاك عندي واقيلا شي بروبليم في الميكرو.
مراد واحد دقيقة عافاك. شنو؟ هادشي علاش جايبنا؟ شنو علاش؟ أنا غادي ندخل ضيفة ثانية مراد خيتي. عادي شنو شنو المشكل؟ ما كنعرفهاش شنو بينا. كيفاش شنو المشكل اللي عندك؟ لا قلت سرقت هي الضيفة. وباش نحمو الطرح شعل العوا في مراد العشابي انسحبوا فاتي جمالي وداروا راسهم كيدويو وما فاهمينش وبالعاني خلينا الميكرو شاعل في البلاطو باش كلشي تسمع وتزيد تشعل. خويا فر عليا راسي 50 ابيل وكتقول لي حلقه بوحدي وتقدر تجيب لي ضيف مفاجاه. تعطلتي بدينا بها تعطلت ماشي مشكل. قول لهم راه كنسمعوا مع عاوتاني نسمع شي حاجه. كيفاش انت كيفاش ماشي يا صافي سير كملي مع السيده ديالك انا غادي نمشي. فاش عشان قلت الله يرحم لك الوالدين اللي ما خلاني نكمل هذه الحلقه. الله يرحم لك الوالدين. عافاك روتوش المكياج عافاك ما عندها مشكل في المكياج حيت رمضان خصها تنقص شويه من المكياج. اي خلات تصور راه ما كاينش رمضان دابا خلات تصور حتى رمضان ونحيدوا المكياج. ما يمكنش غتبان هي بديك الصوره باش يعاوكك باش لا راح ندير مكياج بزاف ماشي دير رمضان. ما شفتش انا اصلا الله يمرضيك البه. يلا 3 2 1 اي في هذه الحلقه معايا الضيف الثاني وهو الضيف المفاجاه في نفس الوقت معايا ومعاكم فاتي جمالي. قلت الادب قلتي قلت الادب وانتي ما جاتكش قلت الادب فاش كنتي جايه وقفت وضرتي ومشيتي. كان عندي مشكل في الميكرو كنتي تسلمي عليا وعاد باش نمشي في اتونسيون باش نوقفش صافي ماشي مشكل. يلا وكي قلت الادب نمد لك ايدي وما تسلميش. يلا نعاودوا عافاك ولا في التلفازه كتعطيو مظهر والحقيقه الحمد لله بحال بحال انا بحال بحال السم كيتقطر. واحد دقيقه عافاك دقيقه صافي مراد خلي ما غاديش نفيش مينوض والله سيتك غير جلسه قول لي هنا حدا البنت ما كاينش مشكل. هاد الشيء ديال الخروج وهضر واجي هي اللي كتخلق مشاكل الناس. مراقش ما عرفت انا جايبني ناشرني انا غادي نمشي في حالي والله. لا لا غير خليك لا وسول لا وسالي البرنامج ديالك صاحبي قلتي لي غادي تجيب وحدك سي بون سي فهمتي ما قلتوش لي راه برنامج فيه جوج ضيفات ولا جوج ضيوف فهمتي ما كنا لا شنو المشكل عندك. لا ماشي مشكل غير بيتيتغ كو البنت حرجات بيتيتغ كو دابا بداو كيوقعوا مشاكل اللي ما كاينينش اصلا. ولكن انت شكون انت غتحدي لي انا شكون اللي غادي يكون في الضيف ولا ما غيكونش في الضيف ما فهمتش انا. يلا 3 2 1 اي وانت كيفاش هاد الخطه الجهنميه اللي طاحت عليك انك تجوجي بمخرج باش تخدمي بحال الخطه الجهنميه اللي طاحت عليك دابا باش تجيب لنا بجوج هنا فهمتي. انت درتي التجميل التجميل كتجميل دايره بوتوكس وانت فايت منك درتي عمليه التجميل. لا اليوم صدمتيني فيك. علاش ما فهمتش علاش صدمتيني حيت سولتك على التجميل ما فهمتش. وما تبقاش تسول هاد الاسئله العبيطه عباد الله هادشي ما كيغيرش ما سوقكش ما سوقكش فيا ندير ولا ما نديرش ولا دير ولا يديروا. ندوزو الفقرات للجمهور راي شكون اللي عنده سؤال او راي عندك شي سؤال مراد جيب فنانين الله يرحم لك الوالدين اللي فاش غنريحونا كجمهور غنستافدوا من الصباح وانتم كتهضروا في الخاوي عفاك نكملوا حسنا مؤمني الى اي حد غتبقاي تشاركي في اعمال كلهم جاوب الناس على الاسئله اللي سولوا بعدا. يلا 3 2 1 اي حسنا مؤمني واش ما تقدريش مثلا تجلسي في الدار حسن؟ لا انا غادي نمثل انت اللي خاصك تجلس في الدار. ما كتشوفيش انك انت كيعمروا بك التقابي في المسلسلات؟ بالعكس ما كيعمرش بيا التقابي. يعني غير رويده سكور مثلا انت كي ما كتعتذر شي فنانه عاد كتجي انت؟ لا لا بتاتا. علاش كتضحكي انت ما فهمتش؟ هو غير مضحك على رويده السكور ما نضحكش. كوب كوب عفاك ما فهمتش انا علاش كتضحكي يا خويا. انت ضحكتي على التعليق ديالي خلينا نمشيو فحال عيقتي عيقتي غادي نضربك لانك عيقتي بزاف. كيفاش عيقت بزاف ما فهمتش كيفاش عيقت بزاف بالك كي دايره واش كتضربي علاش كتضربي ما فهمتش واش منيت ما تغوتش علاش علاش مقلقه انت حيت كنسولك سؤال محرج ما فهمتش. ماشي محرج هذا ماشي سؤال محرج هذا السؤال واقح هذا السؤال ما عندوش ما عنده حتى شي قيمه. لا ما تقوليش لي واقح. لا واقح انا المرايه ديالي واقح وما عنده مرايه ديالي انا كنوريك وجهك في المرايه ليحيك ليحيك مرات تنكون انا انت مرايا ديالي. ما كنقولش شنو واقع بالضبط شنو واقع. انت فنانه داخله غير بالوجهيات بزاف عليك انا شي انا فنانه بزاف عليك. لا ولكن قبيله المره الجايه نسقط جبنت. علاش ما كتبغيش تجاوبي على الاسئله ما فهمتش. ما سولتيني حتى سؤال سولتك بحال شنو سولتيني سولتك شنو قلتي قلت لك من صباح وتا قلت لك ما تبقاش عيط لا عفاك
وعن ما بغيتي تجاوبي عليه؟ ما غنجاوبك على حتى شي سؤال ولا لا تسوس لا تسوس وعن ما بغيتي تجاوبي عليه؟ ما تبقاش عيط فيا ما تبقاش عيط لا علاش ما بغيتيش تجاوبي علاش؟ وكنهضر معاك انت ما تلخمني يا صاحبي تلخمني انت ماشي فاهم تجيب لي قدام الناس ما تقولش لي حيد ما تقولش الله يخليك قلنا غير نتفاهموا سير حسنا 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 غير سمعي ليا حسنا غير سمعي حسنا حسنا ما تخليش تمشي لا دقيقه دقيقه الضيفة ديالنا تعصبات بزاف وحلفات لكملات البرنامج كان خاص ضروري مراد يقول ليها بلي شاركات معنا في برنامج طلعات وبلي كل شيء مفورك باش نقيسوا درجة الصبر والتحمل ديالها والمسامحة مرة أخرى واصل ونواصل اسلام أمي اليوم بغينا نقيسوا غير درجة الصبر والتحمل ديالك ماشي أنا اللي درت لك هاد الروينة هادي راه الجمهور كله متفق عليك انتي وفاتي جمالي راها معانا حتى هي متفقه معانا عليك انت فنانه كبيره ومتميزه وعلى الراس والعين ونجمه مغربيه حاولنا اننا نطلعوك في هذا رمضان تحيه للنجمه المغربيه السلام عليكم